كتير مننا بيسيب المروحة شغالة وبيعتمد انها بتجيب هوا ومش مشكلة الصوت. سبب الصوت ان البلي تالف فبتضغر المروحة وبتشتغل غصب عنها، فبيضطر المسمار. هنا هنشوف المسمار لما نطلعه، ده المسمار اللي شايل موتور المروحة. شوف متآكل ليه؟ بنعتمد ان المروحة شغالة وجايبة هواء يبقى كده المروحة مظبوطة، لكن طول ما فيها صوت ونحرة تعرف ان الموتور بيقوم وبيدور غصب عنه، فبيضطر المسمار هنا بيتاكل وبياكل العمود. شوف هنا هنوريك العمود بتاع موتور المروحة. هو الصوت ده ثقب مستدير، شوف هنا بقى بيضاوي. ليه؟ في كل مرة المروحة بتشتغل غصب عنها بيضطر المسمار يحتك بالعمود بتاع الموتور اللي قدامك دوت، فزي ما انت شايف في كل مرة ياكل في العمود والمسمار نفسه يتاكل، وفي الاخر المروحة تضطر تقع لو الثقب دوت فتح على الناحية التانية. طب الحل ايه؟ ان حضرتك هتجيب فني يجي يكشف على المروحة ويشوف المسمار متآكل. هينعم الفني هيكلفك مبلغ، بس لو المروحة وقعت هتكلفك أكتر من المبلغ اللي هتدفعه للفني عشان يجي يفحص المروحة.